بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات، في هذه الأمسية التراثية المتميزة، انطلاقة الشوط الخامس لفئة الحقائق بكار بشعارات أصحاب السمو الشيخ والسعادة المتواجدين على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. الشوط الخامس والثلاثة كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المشرفة ضمن فعاليات المحلي السابع بيومه الأول. نتواصل في هذه المنافسة المميزة، نتابع الصدارة ونتابع المقدمة، شعار هجن الغرافة مع الاتحادية التي تحتل المركز الأول بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش الذي يتابع ويراقب هذه الأحداث كما تابع ليالي وحصل على الشوط الرئيسي في هذا المساء. يتابع الاتحادية من تشارك في هذه المنافسة على المركز الأول، بينما صاحبة المركز الثاني تصل بهذه المشاركة الظبي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري، قادم من أجل التحدي ومن أجل المنافسة، بينما صاحبة المركز الثالث وتابع جمرة لهجن المرخية بمتابعة أحد الشباب المتميزين حمد بن هضبان الجربوع المري، يتابع ويراقب هنا جمرة التي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع القادمة المتواجدة المشاركة في هذا التحدي تتواجد أفراح لهجن الغرافة بمتابعة المدهش الذي انطلق وتواجد في هذه المنافسة، يقدم لنا انطلاقة أفراح على المركز الرابع. خامسا تتواجد عفاريت أيضا بشعار هجن الغرافة الذي يشارك بثلاثة أسماء كبيرة، تتواجد في هذه المنافسة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الشعارات المتميزة. 1200 متر هي من تفصلنا عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. الاتحادية بدأت تنطلق هناك في مقدمة هذا الشوط بشعار هجن الغرافة، بشعار المفاجآت، بشعار التميز والإبداع. ينطلق مع البداية الكيلومتر الأخير يا مضمرين هو من خطف بالشوط الرئيسي بهذه اللحظات وبهذا المساء مع ليالي. الاتحادية تريد أن تظفر بناموس هذا الشوط مع هذا الشعار المنطلق المتسلل المتواجد على المركز الأول مع الاتحادية، من تتحد في مقدمة هذا الشوط بشعار هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوش. المركز الثاني تصل للظبي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان، يتابع الظبي على المركز الثاني. ولكن نعود مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط، الاتحادية وشعار هجن الغرافة مع البداية يحصد النواميس وينطلق بهذا التحدي والإبداع وبهذا المساء المتميز بانطلاقة هذه الشعارات المتميزة التي تشارك في هذه المنافسة المميزة. هجن الغرافة بدون أوامر وبدون تحريكات، الاتحادية تقترب من الانتصار، تقترب من الناموس في هذا المسار المتميز مع شعار هجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. غاد ليالي بأول الأشواط بدون أوامر وغاد الاتحادية، والسلام هجن الغرافة سلام. تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني على دعمه المتواصل لهذا الشعار، سلام هجن الغرافة سلام. الاتحادية تنتزع الناموس وتحقق الإنجاز، تهانينا وألف مبروك لهجن الغرافة، تهانينا المدهش سالم بن عامر المدهوش للمركز الثاني. هجن المرخية مع جمرة بمتابعة حمد بن هضبان المري المركز الثالث، أفراح لهجن الغرافة مع المدهش سالم بن عامر المدهوش للمركز الرابع، الظبي لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني بمتابعة متعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري المركز الخامس. وصلت عجايب لهجن الشقب بمتابعة الهادي السعيد بن عبد الهادي الشهواني. هكذا مشاهدي الكرام تابعنا المنافسة والتحدي في هذه الأمسية التراثية المتميزة التي تابعنا بها التحدي والشعارات والأسماء الكبيرة، وهو ملخص شوطنا الماضي عندما انطلق الشوط وتواصلت المنافسة بهذه الشعارات المميزة وبهذه الأسماء التي تزين أرضية هذا الميدان. فكانت الاتحادية حاضرة متوجة بناموس هذا الشوط بدون أوامر وبدون تحريكات، مهدية السلامات إلى هجن الغرافة. التوقيت الزمني 4:22، 25 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس
لهجن الغرافة على فوز الاتحادية بناموس هذا الشوط. تهانينا للمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني جاءت جمرة 4:28 73 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن المرخية وتهاني لحمد بن هضبان المري. المركز الثالث وصلت أفراح 4:29 83 جزء من الثانية. تهاني والناموس لهجن الغرافة وتهاني لسالم بن عامر المدهوشي على فوز أفراح في المركز الثالث. تهاني